سنة ثالثة ابتدائي. السلام عليكم، هذا اختبار فصل في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. السؤال الأول، أجب صح أو خطأ؟ أجب بصح أو خطأ، لدينا عبارات، إذا كانت صحيح نكتب صح، وإذا كانت خطأ نكتب خطأ. تكون البيئة ملوثة إذا ملأ البعوض والقمامة المكان. البيئة تكون ملوثة إذا امتلأت بالبعوض والقمامة، معنى الأوساخ. أحسنتم، صحيح. الدعاء يكون باسم واحد لله، ندعو الله باسم واحد، خطأ، بعد لأن الله لله 99 اسما، أمرنا الله أن ندعوه بها وليس باسم واحد فقط. توزع زكاة الفطر على الفقراء بعد صلاة العيد، بعد صلاة عيد الفطر، إذا نوزع زكاة الفطر بعد صلاة العيد، أحسنتم، خطأ، توزع زكاة الفطر قبل صلاة العيد. ظل نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام، يدعو قومه 950 سنة. أحسنتم، صحيح. دعا نوح عليه السلام قومه 950 سنة ولم يستجيبوا له. ذبح الضحية يكون قبل صلاة عيد الأضحى. نذبح الأضحية قبل عيد الأضحى. خطأ. جيد، الأضحية تذبح بعد صلاة العيد. إذا الأضحية تذبح بعد صلاة العيد، بينما زكاة الفطر تدفع قبل صلاة العيد الفطر. ولدينا أن تكون البيئة ملوثة، إذا البيئة كانت ممتلئة بالقمامة والأوساخ والبعوض كذلك، نقول أنها بيئة ملوثة. ندعو الله بعدة أبناء لله 99 اسما، أمرنا أن ندعوه بها وليس باسم واحد فقط. وهنا صحيح، ظل نوح عليه السلام يدعو قومه 950 سنة. ننتقل إلى السؤال الثاني، ضع الكلمات التالية في الفراغ المناسب. لدينا آداب، مخلصا، سائري، والدي. آداب، مخلصا، سائري، والدي. نضع الكلمات في المكان المناسب. أنا طفل مسلم أدعو الله، أحسنتم، كيف أدعو الله؟ مخلصا في دعائي، مخلصا في دعائي. ولي، جيد، ولوالدي، أدعو كذلك لوالدي. وأيضا ولي، أحسنتم، سائر المؤمنين، معنى لجميع المؤمنين. إذن أدعو الله مخلصا لوالدي ولسائر المؤمنين، وعلي أن أكون ملتزما بآداب الدعاء. أعيد قراءة الفقرة. أنا طفل مسلم أدعو الله مخلصا في دعائي ولوالدي وسائر المؤمنين، وعلي أن أكون ملتزما بآداب دعائي. ننتقل إلى السؤال الثالث، أربط بسهم ليكتمل المعنى. لدينا الرزاق، الإسلام يحثنا، الدعاء، دعا نوح عليه السلام، جعل الله زكاة الفطر من جهة مقابلة، ليتكافل المسلمون فيما بينهم بالهلاك لما أصروا على كفرهم، أن نزرع ونغرس الأرض، عبادة نتقرب بها إلى الله، يرزق الناس بغير حساب. إذا نربط الكلمة بالعبارة التي تناسبها. لدينا الرزاق، أحسنتم، هو اسم من أسماء الله الحسنى، يرزق الناس بغير حساب. الرزاق يرزق الناس بغير حساب. ثانيا، الإسلام يحثنا، بما على ماذا يحثنا الإسلام؟ جيد، أن نزرع ونغرس الأرض. الإسلام يحثنا أن نزرع ونغرس الأرض. ثالثا، الدعاء، جيد، عبادة نتقرب بها إلى الله. واصل. دعا سيدنا نوح عليه السلام قوم، دعا نوح على قومه، دعا على قوم، بماذا دعا عليهم نوح عليه السلام قومه؟ بالهلاك لما لم يستجيبوا لدعوته، الذي ضل
قلنا 950 سنة هو يدعوهم فيها بها، إذا دعا نوح على قومه بالهلاك لما أصروا على كفرهم. هنا جعل الله زكاة الفطر لي أحسنتم يتكافل المسلمون فيما بينهم. إذا نوية قراءة العبارات: الرزاق يرزق الناس بغير حساب، الإسلام يحثنا أن نزرع ونغرس الأرض، الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله، دعا نوح على قومه بالهلاك لما أصروا على كفرهم، جعل الله زكاة الفطر ليتكافل المسلمون فيما بينهم. القضية الأخيرة: أكمل سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه أحسنتم في ليلة القدر، ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، جيد. وما أحسنتم أدراك ما ليلة القدر، أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر، جيد. خير أحسنتم خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. تنزل، جيد، الملائكة، ملائكة وماذا؟ وروح أحسنتم، وروح فيها بإذن ربهم من، جيد، من كل أمر. سلام هي حتى، جيد، مطلع الفجر، مطلع الفجر. نعيد قراءة سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سؤال آخر: هات معنى المفردة التالية. الروح لدينا في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح، من هو الروح؟ جيد، هو جبريل عليه السلام. إذا الروح هو الملك جبريل، جبريل عليه السلام. ونكتب هنا الملك جبريل، الملك جبريل عليه السلام. إذا هو الروح هو جبريل عليه السلام الذي ينزل يتنزل مع الملائكة في ليلة القدر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.